بأكثر من 47 ألف وحدة سكنية تمكنت الدولة في 4 سنوات من توزيع نصف عدد الوحدات التي تم إنجازها على مدى 50 سنة. الإنجاز كبير والتحدي أكبر، لكن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على التكفل في إيجاد حل القضية الأولى من أولويات المواطنين، من التصميم إلى التنفيذ إلى الاستلام. تواكب المؤسسة العامة للرعاية السكنية في إنشاء المناطق والمدن السكنية الجديدة وفقاً لرؤية مستقبلية ضمن الكويت الجديدة، والتي هي تمثل رؤية دولة الكويت لعام 2035، والتي ترتكز على 7 ركائز أساسية. من ضمن هذه الركائز هي الركيزة 7، بيئة معيشية مستدامة. جميع المشاريع التي تنفذها المؤسسة في الوقت الحالي أو تعتزم تنفيذها في السنوات المالية القادمة والخطط المستقبلية هي مدرجة من ضمن خطة تنمية الدولة، ويتم مراقبتها ويتم متابعتها من خلال الجهات الحكومية المعنية بمتابعة خطة التنمية. وبالنسبة لإنعكاسها على محتويات أو ما تتضمنه خطة التنموية للدولة للعام 2035، فلدينا العديد من المشاريع اللي راح تأخذ رقعة أكبر من خارطة الدولة كمشاريع إسكانية. هذه المشاريع راح يكون لها جانب اقتصادي كبير من ناحية توفير مساحات استثمارية وتجارية كخلق قنوات استثمارية سواء كان للمستثمر المحلي أو جلب الاستثمار الخارجي، ومن ناحية أخرى هي كذلك داعم اقتصادي في توفير فرص عمل لمخرجات التعليم، وكذلك توفير بعض الأنشطة التي تحتاجها المشاريع التنموية في الدولة، وغير التنموية كذلك كالمساحات الحرفية التي ستوفر والمساحات التي راح تستخدم كمساحات ربحية في هذه المدن. فجميع المدن اللي راح تنشئها المؤسسة العامة للرعاية السكنية تحتوي على محاور خدمية استثمارية وتجارية تم دراسة استعمالاتها واستخداماتها من خلال مستشارين اقتصاديين عالميين لهم من الخبرة والدراية في تخطيط وتوزيع استعمالات واستخدامات جميع الأنشطة في مشاريع مماثلة لما ستقوم فيه الدولة. نحن كمؤسسة ننظر إلى هذه المشاريع بأنها ستوفر كذلك عدد من الوحدات السكنية التي راح تسهم في تقليص فترة الانتظار، وهذا الهدف الرئيسي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية بعد الأهداف الاقتصادية الأخرى، وهو هدف تقليص فترة الانتظار للأسرة الكويتية. فكرت المؤسسة وبدأت في وضع الخطط لإشراك القطاع الخاص سواء كان في الرعاية السكنية كوحدات سكنية أو من خلال الأنشطة الاستثمارية والتجارية الموجودة في المحاور هذه. ولله الحمد في تاريخ 21 مارس من العام 2017 تم عرض مرئي ولقاء تعريفي أول في المستثمرين المستهدفين من داخل الدولة وخارجها للتعريف بهذه المشاريع، وحاليا يتم كذلك إجراء التفاصيل الأخرى بشأن طرح هذه المحاور الخدمية الاستثمارية والتجارية. أبرز 3 مدن انشئت في الفترة الأخيرة هي مدينة جابر الأحمد السكنية وكذلك مدينة صباح الأحمد، والآن عندنا المشروع الأضخم في تاريخ الرعاية السكنية في الدولة، إن لم نقل أن الأكبر على مستوى المنطقة في ضخامة المشروع وكذلك عدد الوحدات السكنية اللي فيه، اللي هو مشروع جنوب المطلع السكني اللي يتكون من 28,288 قسيمة، بمعنى أنه يتكون من 12 ضاحية سكنية بمعدل 2,200 قسيمة لكل ضاحية، بخلاف المحور الخدمي الاستثماري والتجاري كذلك يشتمل على عدد ضخم من المباني العامة كالمدارس والمساجد والمستوصفات المراكز الصحية وكذلك المساحات الخضراء كمتنفس للضواحي. لكل ضاحية ما يعادل 11 حديقة رئيسية في ضاحية الوحدة. عدد المدارس يتراوح بين 156 مدرسة في كافة المراحل، في 12 مركز ضاحية، ومركز الضاحية يشتمل على العديد من الأنشطة سواء كانت الربحية أو غير الربحية.
هذا المشروع بحمد الله تم بداية تنفيذه في منتصف العام 2016 كعقد أول للطرق الرئيسية، ومن ثم بدأ تنفيذ 18519 قسيمة في 8 ضواحي، وبإذن الله سيتم في الفترة المقبلة توقيع عقود الأربع ضواحي الأخرى، ومن ثم المباني العامة ومحطات الكهرباء الرئيسية والعقود الأخرى الخاصة في الضواحي السكنية. المشروع بدا انطلاقته وبدا ان يعني يظهر على ارض الواقع، وان شاء الله انه يكون في التزام وان نعمل خلال يعني الجدول الزمني المعمول لهذا المشروع الضخم اللي الحقيقه يتطلب جهد كبير جدا من جميع اجهزه الدوله. وزاره الاشغال تجهزت في 5 عقود تقريبا الطرق يعني التي تؤدي إلى مدينة الضلاع، أو الطرق التي تطلعك من مدينة الضلاع، يمكن حوالي 5 عقود جاهزة. أما مشروع مدينة صباح الأحمد فتم توزيعه بالكامل. المشروع يتكون من 5 ضواحي سكنية، 4 منها قسائم، عدد القسائم فيها 7373. أحد الضواحي الموجودة في هذه المدينة هي بيوت حكومية. البيوت الحكومية عددها 2201 بيت حكومي. تم توزيع جميع البيوت على السادة المواطنين طبقا لأولوية الطلب الإسكاني. جل المباني العامة في المدينة تم الانتهاء من تنفيذها وتسليمها لجهات الدولة المشغلة لها. المباني العامة الأخرى في فترة التنفيذ، وسيتم خلال الفترات القليلة القادمة استلام هذه المباني العامة. إلى جانب أن المحور الخدمي في مدينة صباح الأحمد كذلك يحتوي على محاور خدمية أو عفوا مساحات خدمية استثمارية وتجارية وإدارية وكذلك سكنية استثمارية. مدينة جابر الأحمد كذلك تتكون من 5 ضواحي سكنية، 4 ضواحي هي قسائم وضاحية بيوت حكومة. تم تسليم جميع القسائم وكذلك بيوت الحكومة. الشقق كذلك تم توزيعها بالكامل باستثناء عدد من الشقق يتم حاليا تنفيذها، يعادل 640 شقة سكنية في مجاورة للمحور الخدمي الاستثماري والتجاري. مشروع شمال غرب الصليبخات لا يعتبر من المدن، وإنما يعتبر من الضواحي السكنية، ويتكون من 3 أنواع من الوحدات. عدد القسائم فيه 1030 قسيمة، عدد البيوت فيه 396 بيت حكومي، وعدد الشقق 310 شقة كسكن عمودي. غرب عبد الله المبارك فور استلام المشروع من بلدية الكويت. تم بحمد الله وفضله تخطيطه وتصميمه من خلال الجهاز الفني الوطني داخل المؤسسة، ومن ثم تم طرحه كمناقصة. الآن المشروع تحت التنفيذ. بإذن الله سيتم استلام المشروع من المقاول المنفذ طبقا للبرنامج الزمني في نوفمبر من العام 2017. تم خلال العام الحالي توقيع عقد اتفاق بين دولة الكويت وجمهورية كوريا الجنوبية، ممثلة في مؤسسة الإسكان والأراضي والبنى التحتية في جمهورية كوريا الجنوبية، لتأسيس كيان لتنفيذ وإدارة وصيانة مشروع مدينة جنوب سعد العبد الله، اللي لا يقل مساحة وكما عن مشاريع المدن الأخرى، اللي يقدر له ما يقارب 30,000 وحدة سكنية. وطبعا هذا النموذج هو النموذج الأعلى لإشراك المؤسسة في القطاع الخاص من خلال هذه التفاصيل اللي راح تكون إن شاء الله بيننا وبين هيئة الأراضي الكورية. لماذا منطقة جنوب سعد العبد الله وليس لأي منطقة لإقامة المدينة الذكية؟
ما هي عدد الوحدات السكنية التي سوف تكون في هذا المشروع؟ وما هي شروط الشركة المصممة والمنفذة لهذه المدينة؟ الإجابات راح نشوفها مع الناطق الرسمي للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. مشروع جنوب سعد العبد الله راح ينفذ بإذن الله تعالى بطريقة تختلف عن ما تم تنفيذه في المدن السابقة، مدينة صباح الأحمد ومدينة جابر ومدينة جنوب المطلع، بحيث أن الفكرة الأساسية فيه هي الشراكة بين دولة الكويت ممثلة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومؤسسة الأراضي والإسكان والبنى التحتية في جمهورية كوريا الجنوبية، بحيث أن يؤسس كيان، الكيان هذا هو شركة راح تشرف على تخطيط وتصميم المدينة ومن ثم تمويل ومن ثم التنفيذ وكذلك صيانة وإدارة هذه المدينة، اللي بإذن الله تعالى راح يختلف طريقة تنفيذها وطريقة تشغيلها عن ما هو موجود في المدن الأخرى، بحيث تكون هذه المدينة أول مدينة ذكية ومتطورة في دولة الكويت. مفهوم المدن الذكية هو استخدام التكنولوجيا لرفع من مستوى معيشة المواطنين وأيضاً لتسهيل إمكانية الدولة والحكومة من إدارة شبكاتها وأيضاً الحفاظ على الموارد اللي هي المياه والكهرباء من الهدر. ببساطة هو أن تكون الشبكات الذكية، شبكات البنية التحتية كلها ذكية، شبكات النقل وشبكات المرور كلها مربوطة في أجهزة الكمبيوتر، بحيث أن يكون هناك مجسات، بحيث أن أي خلل يكون هناك مثل أخطار سواء للجهة اللي هي الوزارة المعنية أو للمواطن يدري أن هني في خلل سواء في ازدحام مروري أو في شغلة معينة، بحيث أن يكون التواصل مستمر ما بين المواطن والدولة والمدينة. الكل يتساءل ما هي المشاريع المستقبلية الأخرى للمؤسسة العامة للرعاية السكنية. مشروع خيطان، الكل يترقب هذا المشروع ويتساءل ما هي عدد الوحدات السكنية، من هم لهم الأحقية في هذا التوزيع، ومتى يتم بدء تنفيذ هذا المشروع. الإجابة راح تكون مع السيد إبراهيم الناشي وهو الناطق الرسمي في المؤسسة العامة للرعاية السكنية. بحمد الله وفضل أصدر مجلس الوزراء الموقر بداية هذا العام 2017 قرار بإحالة القطعتين 3 و4 من مشروع خيطان الجنوبي إلى المؤسسة العامة للرعاية السكنية ومعاملته كمشروع سكني يتم فتح أبواب التخصيص عليه والتقديم عليه لأقدمية الطلب ومن ثم دخول القرعة وتوزيعه على السادة المواطنين. الآن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تقوم في التنسيق مع جهات الدولة المعنية اللي أشار لها قرار مجلس الوزراء بأن هذه الجهات راح تقوم في تحديث البنية التحتية. المشروع مثل ما يعرف الجميع فيه بنية تحتية، ولكن البنية التحتية الموجودة سواء كانت شبكة المياه العذبة أو شبكة تصريف مياه الأمطار أو الشبكة الصحية هي منشأة منذ عشرات السنين. الآن الشبكة المستخدمة في دولة الكويت تختلف عن المواصفات الموجودة في الشبكة الحالية في مشروع خيطان، لذلك سيتم تحديث هذه الشبكة من خلال هذه الجهات. سيتم بإذن الله في العام الحالي 2017 دعوة السادة المواطنين للخطوة الأولى وهي فتح باب التخصيص ومن ثم إجراءات توزيع المشروع كمراحل
أسوة في مشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية السابقة. طبعا بنك الائتمان هو يعتبر الطرف الآخر المكمل للرعاية السكنية وهو طرف رئيسي. احنا كمؤسسة عامة للرعاية السكنية نوفر الوحدات السكنية وكذلك المدن والضواحي السكنية. مهمة بنك الائتمان هو تمويل بناء المواطنين لقسائمهم وكذلك قروض الترميم. هذه العلاقة هي العلاقة الأساسية بين بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وطبعا التنسيق مستمر بين الجهتين لحجز كذلك واعتماد الميزانيات اللي راح تصرف للحاصلين على القسائم وكذلك ينطبق عليهم قروض الترميم للبيوت الحكومية. احنا بما اننا مؤسسة حكومية مستقلة فينطبق علينا قوانين الخدمة المدنية التي تنص على الأولوية في التوظيف للكوادر الوطنية، وهذا بحمد الله موجود داخل المؤسسة ومطبق بشكل ملحوظ، والحمد لله أن عدد كبير من المهندسين الموجودين داخل المؤسسة سواء كان في قطاع التخطيط والتصميم أو في قطاع الرقابة والتدقيق أو قطاع التنفيذ الذي يشرف على بناء المشاريع هم من الكفاءات الوطنية. نحن بالمؤسسة عندنا برامج تدريبية لتأهيل وكذلك لإدخال الكوادر سواء كان من المهندسين أو الفنيين في دورات وبرامج لتطوير من مهاراتهم وتطوير من إمكانياتهم بما يتواكب مع ضخامة المشاريع وبما يتواكب مع الوسائل والتقنيات الحديثة اللي تستخدمها المؤسسة. كذلك عندنا أمر هام، إحنا بالنسبة لمشاريعنا الضخمة اللي قام يدخل فيها المحاور الخدمية الاستثمارية والتجارية وإلى الجانب الاقتصادي اللي قامت تلعبه المؤسسة في هذه المدن، فتم بحمد الله توظيف عدد من الكوادر المتخصصة سواء كان في الاقتصاد أو في المحاسبة أو بالنواحي المالية الأخرى لعمل الدراسات وعمل التقارير المالية والاقتصادية والسوقية لهذه المحاور الخدمية الاستثمارية التجارية. إخواننا اللي متابعين معانا ولهم دور يعني الكبير الحقيقة معانا في دفع العجلة الأمور وهم الإخوان يعني الشباب اللجان التطوعية سواء حملة ناطر بيت أو اللجان المطلع اللي دائما على تواصل، ويعني دوركم أساسي ومهم، ودائما نتشكر الحقيقة إن يعني إحنا متواصلين معاكم من فترة طويلة ولكن هذا التواصل يوم بعد يوم قاعد نبني ثقة واحترام وتبادل، وأيضا اللجان قاعد يعني تقدر الحقيقة عمل العاملين في المؤسسة، فلهم أيضا مني كل شكر وكل تقدير، وهم الآن حلقة الوصل يعني الحقيقة المباشرة يمكن مع أهالي المطلع، فجهد كبير وجهد كبير وعظيم أيضا قاعد يقوم فيه. عندنا هدف رئيسي وشغالين عليه من 4 سنوات هو توفير بيت لكل أسرة كويتية، وهذا يعني أعلناه بأكثر من مناسبة. في أهداف ثانية لا تقل أهمية عن هدف اللي ذكرته، هو توفير 12,000 وحدة سكنية أو توزيع 12,000 وحدة سكنية سنويا. هذا الهدف تحقق من 3 سنوات، رعاية سكنية يوزعون 12,000 وحدة سكنية سنويا. في هدف كان لنا يعني وهدف نعتبره هدف رئيسي من أهدافنا هو عودة أسعار العقار لمعدلاتها الطبيعية، بحيث أن المواطن ما يعتمد اعتماد كلي على الرعاية السكنية في شراء القسيمة أو الوحدة السكنية. في السابق كانوا يشترون يعني تقريبا 2,000 من أصحاب الطلبات كل سنة، نتكلم يمكن من أكثر من 10 سنوات كانوا يشترون من خارج الرعاية السكنية. هذا يعني يخف الضغط على الرعاية السكنية، بس طبعا يتوفر إذا ردت الأسعار في المعدلات الطبيعية مثل السابق. يعني المؤسسة قاعدة تعالج مشاكل سابقة مش خطة مستقبلية، يعني الآن في 5 سنوات راح تسلم 70,000 وحدة سكنية، لكن في 5 سنوات كم راح يصير عندك الطلب؟ انت راح تسلم سابقا،
لكن المفروض الإعداد يكون أقوى من هذا كله، والشغل يكون والعمل يكون أقوى من هذه النظام وأسرع عليه. الكلام يعني ان توزيعات ورقيه يعني كان قبل من قبل 4 سنوات او اكثر لما اقترحنا توزيع على المخطط، كان كثير من الناس يتكلمون ان هذه توزيعات ورقيه. اليوم نشوف يعني مثلا مشروع جنوب غرب عبد الله مبارك بعد 4 شهور من اليوم تقريبا راح يستلمون رخص البناء. هذا المشروع كان يتكلمون عنه انه توزيع ورقي، الآن أنجزوا 65% من البنية التحتية للمشروع. مشروع المطلع فيه 30,000 وحدة سكنية، اليوم نشوف البدل في المطلع يوصل تقريبا 30,000 دينار كويتي على المواقع المتميزة. فيعني مو معقولة توزيع ورقي يوصل لهالمبالغ هذه. المشروع المطلع بدأوا في البنية التحتية، قاعد نشوف الآليات دخلوا ويشتغلون. فالكلام عن توزيع وهمي او توزيع ورقي هذا يمكن قبل الناس اللي ما كانوا يعني مصدقين ان الرعايه السكنيه راح توزع وراح توقع العقود. اليوم العقود توقعت، البنيه التحتيه للمناطق الضخمه يعني بدوا فيها مثل المطلع وجنوب وغرب عبد الله مبارك، توسعت الوفره وزعوا اول شيء يعني على المخطط، بعدين استلموا رخص البناء وقاعدين يبنون الحين. يعني الكلام هذا كان سابقا ممكن، لكن الحين الناس قاعد تشوف يعني شنو صار في المشاريع الجديده وشلون اشتغلوا الرعايه السكنيه وقاعد يسلمون رخص البناء، وان شاء الله بعد يكملون يعني بالمطلع يعني موعدين 2019 بدايتها يسلمون رخص البناء. خلال 10 سنوات مضت أنجزت المؤسسة العامة للرعاية السكنية 3 مشاريع جديدة، وهي تعتبر هي المشاريع الأخيرة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهي مدينة شمال غرب صبيخات ومدينة جابر الأحمد ومدينة صباح الأحمد. راح ناخذكم جولة سريعة في هذه المناطق ونستطلع آراء المواطنين فيها. حياكم الله معنا. هذا فضل من الله ان استلمنا البيت، لله الحمد وما قصروا ويانا الاسكان. طلبي 2011 ولله الحمد توني استلمت الطلب، وان شاء الله للافضل ان شاء الله. خصصت طلع تخصيصي بوقت وجيز، يعني خلال شهر استلمت التخصيص، قدمته باخر واحد واستلمت التخصيص تقريبا ب 10 فلين. وكان تعامل المؤسسة جدا رائع، كانت موجودين في التواصل الاجتماعي، حتى ما يحتاج نراجع المؤسسة، يعني كل شيء موجود بالتواصل الاجتماعي. كانت الإجراء جدا سهلة، البيانات كانت واضحة بالويب سايت، كل الطلبات كانت موجودة. الصعوبة طبعا في استخراج الطلبات وليس التقديم، التقديم كان وايد سهل الحمد لله رب العالمين. الشباب متعاونين جدا، الأشياء كلها واضحة، تقدر تحصل على المعلومة بكل مكان أنت تبي، سواء الويب سايت سواء المواقع سواء اجتهادات شباب الموجودة. ما يقصرون الله أمانة، خصوصاً سالفة اللي ميزها سالفة الإنابة أو الوكالة أو التفويض اللي يسويه الإسكان اللي هني، كان وايد سهل علينا وايد أمور، خصوصاً طبيعة العمل اللي احنا حصلها وكذا. هذه من الأمور المميزة، وسالفة البلوك وإزالة البلوك والالتزام في المواعيد بنشر الأسماء، هذا كان جداً مريح جداً لنا أمانة، والتنظيم جداً مميز أمانة، حتى بالقرعة أمانة الحمد لله الله وفقنا الحمد لله، ولكن حتى بالقرعة كانت مصداقية واضحة، يعني ما في شك الحمد لله، كانوا الشباب جداً متعاونين. اللجنة كانت اللي داخل والمهندسين الموجودين نصايحهم الحمد لله جابت نتيجة الحمد لله، ومثل ما تشايف الحين الشباب الله يوفقهم الحمد لله، احنا خذينا الحين والشباب الله يوفقهم أمانة، ما قصروا أمانة أمانة. الحين استلمنا البيت، يعني كله بس فترة تجهيز بنية تحتية وخالصين 5 سنوات خلص. قبل الناس تحالم تقول لنا إنه بعد 20 سنة، لا بالعكس، شيء طيب إن اللي قاعد نشوفه، وقاعدين طالبين الحين ولدي الثاني إن شاء الله بعد كم شهر راح يستلم البيت الثاني، والحمد لله. وولدي اللي قبله مستلم توه، قبل شهرين مستلم البيت الأول، الحمد لله، يعني الحين فكت.